نجمة تيفي قريبة منكم، مضوية في عيونكم. نشكر صاحبة نتاع النجمة اللي جات وكبات معنا هذا الاحتفال اللي منظمه جمعية بلارج، هذه المؤسسة هذه اللي محافظة معنا على هذا التراث، اللي تنشكروها شكر جزيل، وتنشكروا الأستاذة معها على هذه الالتفاتة اللي التفتت لهذا الفن اللي هو فن الثقافة والتراث المغربي المراب كلشي الأصيل المحط اللي تخلق في مراكش، اللي تخلقات في مراكش، ما تخلقات حتى في شي مدينة. كاع الناس يقولوا بأنه راه من تارودانت، ولكن تارودانت عندها نمط، ولكن مراكش تمتاز بواحد النمط اللي هو الدقة المراكشية بالعيط، بالتوسل، بذكرة الله الحمد لله، وبالنشاط وبالفكاهة وبالبهجة وبشرح الصدر. وتتلقى هاد الليلة اللي هي ليلة عظيمة عند الله، اللي هي أول سنة الهجرية، وتنشكر هاد الناس اللي التفتوا لهاد الالتفاتة بأنه الاحتفال يكون في هاد الليلة حتى هي ليلة هجرية، سنة سعيدة للجميع، بهاد سيدنا على الأخص والأسرة الملكية وجميع الشعب المغربي داخل الوطن وخارجه. وهاد الليلة هادي اللي سبقوها هاد الناس تتكون نهار ليلة العاشر، ولكن هما بقاو يحتفلوا بهذه الليله هذه. تنشكروهم، وراه من 90 وحنا تنقولوا الدراري التقدم ديالي، من 90 وحنا تنقولوا بقيت هكاك الحمد لله حتى لهذه اللحظه هذه اللي 2018، وغادي نقولوا ان شاء الله كنا جميع المراكشيين مرحبا بهم عند خوهم بانا نهار 25 شهر 10. عاشوراء هو واحد الخروج للشارع باش نبينوا للناس، باش نبينوا للساكنه، باش نبينوا للعالم، خصوصا باش نبينوا سيدنا نصر الله اننا تابعين السياسه الملكيه نتاعو في انه ضمان سياده البلاد في ضمان هويه الساكنه، ولضمان هويه الساكنه كتبدا من الحفاظ على التراث وعلى الاصول، ما كيمنعش اننا نجدد من جد الوقت اللي نتفرغ فيه. اذا هاد التجربه اللي كتقوم بها مؤسسه بلاش هي خلاصه عمل 20 سنه من العمل مع الساكنه، كيبرمج مجموعه من البرامج منها الحفاظ على فن الدقه اللي هو العلم الاول ديال التراث اللي كيميز عاشوراء في المغرب في منطقه مراكش، ثم ما تزخر به احتفاليات عاشوراء من صناعة تقليدية وورشات فنية في المطبخ، في اللباس، في الكلام، في نظيم الكلام، في الرزون، في الزجل، كل ما كيجعل مراكش كتشعل بضوء واحد وكتنشد بصوت واحد. هذا عاشور ما علينا الحكام، عيد الميلاد يحكموا الرجال. دايرين هاد ليلة عاشوراء ومسبقينها قبل من العصرية، ودابا هاد الدقة العامة سيدي كلا تنديروها في عاشوراء، كل حومة تديرها في عاشوراء. دابا هادوك الناس الله يرحمهم سواء عند الله، بقينا حنا هادي بلايين، قلت أنا حدي وبجمعة وعبد الرزاق بابا وعبد الرحيم بانا، حنا اللي بقينا قابلين هاد السيد ديال الدقة باش ما تموتش. ودابا هاد الناس حنا تنديرو كل عام تنديرو هاد نهضو هاد الناس هاد الجمعية ديال تاسيدو ناض، عاودت بغات تحيي هاد دايرة الإعلام ديال الوقت، وبغات دير كل إعلام ديال الحومة بغات ديرو في عام. هاد المناسبة مناسبة عاشور اللي تيحتفلو بها المغاربة كلهم من طنجة حتى القويرة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصر الله. وعاشوراء في مراكش كل مدينة تدوز عاشوراء الأجواء ديالها، ومراكش متميزة بهذا الفن اللي هو فن الدقة المراكشية،